التي تنتفض أبناءها من أجل بنائها، الجزائر التي تبكي أولادها، التي يبكي أولادها من أجلها، ويمارس لاعبوها الكرة بأرجلهم وعضلاتهم وقلوبهم وشرايينهم وجوارحهم. الجبابرة فعلوا يسوي هدف يا رياض للمنتخب الجزائري في الدقيقة 43. ضربة رائعة من يوسف بلايلي، يلعبها مع اسماعيل بن ناصر صغيرنا، يمررها لكبيرنا رياض الذي يأتي وبيسرى يحطها في الجول. خطيرة، وبا با با جول، وبا با با جول، لعبة جماعية رائعة. يا سلام، لعبة كبار، نعم لعبتم لعبة تاع كبار. عطال لرياض، رياض لسفيان، سفيان من هنالك ليوسف، يوسف في الجول على مندي. الجزائر جول، السنغال زيرو. سلام عليك يا رياض، لمسة واحدة سحرية لسفيان، استلمها يوسف بوم بيمنى حطها في الجول. هدف مقابل صفر للمنتخب الجزائري. استحوذوا كما شئتم أيها السنغاليون، اضغطوا اضغطوا كما براعتك. خطيرة، وبا با با جول، وبا با با جول، لعبة جماعية رائعة. يا سلام، لعبة كبار، نعم لعبتم لعبة تاع كبار. عطال لرياض، رياض لسفيان، سفيان من هنالك ليوسف، يوسف في الجول على مندي. الجزائر جول، السنغال زيرو. سلام عليك يا رياض، لمسة واحدة سحرية لسفيان، استلمها يوسف بوم بيمنى حطها في الجول. هدف مقابل صفر للمنتخب الجزائري. استحوذوا كما شئتم أيها السنغاليون، اضغطوا كما براعتك. خطيرة، وبا با با جول، وبا با با جول، لعبة جماعية رائعة. يا سلام، لعبة كبار. ليس لك خيار آخر سوى أن تلزم بيتك لتحمي نفسك وتجنب غيرك التعرض لعدوى فيروس كورونا. نعرف جيدا بأن الأمر صعب وصعب جدا، ولكنه هين من أجل صحتك وعافيتك، أنت وأسرتك وأهلك، أنت ومحيطك وجيرانك ومن يعيشون معك. بقاؤك في بيتك حماية لك وحماية لغيرك. إلزم بيتك.